ولايه ولا الجلال يعني راهي في مرتبه جد مشرفه من ناحيه النسبه الوطنيه. بالنسبه للمعدلات اللي وقفنا عليها اليوم من ناجحي البكالوريا، شفنا معدلات تفوق 18، يعني هذا جد مشرف. نتمنى لهم كل التوفيق في مسارهم الدراسي سواء على مستوى الجامعه او على مستوى الثانويه. اولا شكر لله والحمد لله على هذا الفضل وبتوفيقه لنيل هذه المرتبه وهذا المعدل المشرف. ثم الشكر موصول للوالدين والعائله الكريمه والطاقم الاداري التربوي الثانوي التربيني وكل من ساهم في نيل هذا المعدل.